فاكر لما اخلص دراسة في كلية التمريض الضغط النفسي والارهاق الجسدي اللي كنت بعاني منه هيقل والدولارات هتلعب في ايديا، لكن اتفاجئت لما سلمت تكليفي الضغط بتاع الكلية ولا حاجة مقارنة باللي هعيشه. كل يوم بتواجهني مشاكل وضغوطات، الموضوع كبير قوي عليا، مش عارف انا فين ومش عارف اتعامل مع الناس. كلموني اي حد يمشيني من هنا، انا مش هقدر استحمل. لما بروح الشيفت ساعات بضطر اشيل حالات اكتر من المفروض اشيلها، وكمان المرتبات اللي في ذمة الله، وساعات بنفذ مهام ملهاش علاقة بالتمريض، ولما باجي انفذ شغل الاساسي بلاقي عجز في ادوات كتيرة زي ادوات الحماية الشخصية، جلوفزات وماسكات وغيرها، ومستلزمات طبية، سرنجات وكانيولات وغيرها، والمطلوب مني اتصرف. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ شفت حوادث تعدي كتيرة على التمريض، التمريض اللي اتضرب في مستشفى اويسنا بالكرباج، وتمريض العناية في المطارية قالوا للمرافقين يطلعوا عشان يعملوا شغلهم فاعتدوا عليهم، وفي الاخر متكلبشة في السرير وبيقولوا لهم لا تتنازلوا عن المحضر، لا تتحبسوا يومين وتتعرضوا عن النيابة عشان من قرايب المريض في مجلس المريض. واتفاجئ ان الموضوع مر مرور الكرام، بل وتكرر بعدها اكتر من مرة. كل اللي دار في دماغي ساعتها ممكن ابقى ملطش عادي ومش هاخد حقي، لان في نظر الكل انا المقصر الوحيد. الضغط اللي بتعرض له ما كانش جوه المستشفى بس، ده كمان بره. راجع من شغلي في المواصلات سمعت ست بتكلم صاحبتها عن التمريض وبتقول لها معظمهم لازم يتشتم عشان يشتغل، بل معظمهم الضرب فيهم حلال. انت ست ما تربيتيش، احترمي نفسك، احترمي نفسك يا وليا. صراحه ما كنتش عارف حلال في اني دي انا. الضغط طول الوقت ملازمني حتى في البيت، فتحت التلفزيون علشان افصل شويه، الاقي مشهد فيه ممرضه شغاله في كباري. ايوه يا نعناع يا حبيبي، انت ملك الرحمه. ومشهد بتسرق العلاج وتاخد رشاوي او دبس، وهق ومق وضحك مع المرضى بقلة أدب، ومشهد بتبيع شرفها لأجل الفلوس. بس وقفت ب 100 جنيه، قلت مفيش ابن حلال غير الدكتور يوسف هو اللي هيسلفهم لي. طب تعالي ورايا على أوضة الدكاترة. في اكاديميات النصب اللي بتضحك على الناس وبتبيع لهم الوهم والموضوع زاد عن حده بطريقه تخوف، اكاديميات غير معتمده تماما. والمحزن في الموضوع اللي بيساعد في فتحها بعض الناس من اهل المهنه، حاميها حراميها. هل بعد كل ده هقدر اكمل ولا هسافر مع اول فرصه تجيلي زي كتير قبلي؟ في النهايه التمريض مهنة إنسانية، مهنة تحترم حياة الإنسان وكرامته وحقوقه، مهنة تخفف من الآلام النفسية والجسدية، وبس كده. أشوفكم على خير، سلام.